صفقة تبادل ما بين السويد وإيران أعلنها قبل قليل رئيس الوزراء السويدي أوف كريسترسون عبر منصة إكس، واللي أعلن فيها عن عودة المواطنين السويديين يوهان فلوريدوس وسعيد عزيزي اللي كانوا مسجونين بإيران بتهمة التجسس، مقابل إفراج السويد عن القاضي الإيراني السابق حميد نوري اللي كان محكوم عليه بسجن مدى الحياة بالسويد بسبب ارتكابه لجرائم بالثمانينات القرن الماضي بإيران. الموضوع كان على التالي، قبل حوالي سنتين أو أكثر شوي تم استدراج القاضي الإيراني السابق حميد نوري ظهر صورته على الشاشة إلى السويد، وتم القبض عليه في السويد وتمت محاكمته والحكم عليه بالسجن مدى الحياة بسبب إصداره أحكام بإعدام عشرات ومئات الناس خلال الثورة الإيرانية بثمانينات القرن الماضي. بالمقابل قامت إيران باعتقال المواطن السويدي والعامل بالاتحاد الأوروبي يوهان فلوديروس بتهمة التجسس بإيران، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمواطن السويدي من أصول إيرانية سعيد عزيزي اللي تم اتهامه بنفس التهمة وهي تهمة التجسس. وبالتالي صار في مفاوضات خلال الفترة الماضية ما بين المخابرات السويدية ونظيرتها الإيرانية حول عملية تبادل ما بين الطرفين بتم خلاله أن السويد تطلق سراح حميد نوري اللي هلأ هو بطريقه إلى إيران، مقابل أنه إيران تطلق سراح السجينين السويديين على أراضيها. طبعا أولف كريسترسون وصف هذا القرار بقرار صعب من قبل الحكومة السويدية اللي قال أنه هي بتهتم بمواطنيها، ومن هذا المبدأ كانت المفاوضات مع الجانب الإيراني اللي استخدم هذول السجينين السويديين كوسيلة ضغط على الحكومة السويدية للإفراج عن حميد نوري.